ايش رايك يا فيصل؟ والله شوف، يعني مساله التحكيم السعودي مساله لن تنتهي ابدا، يعني هو مر بعده مراحل تاريخيه. يعني انت لو ترجع التاريخ، لابد ان نرجع التاريخ عشان نقدر ايضا حتى نفسر الوضع اللي وصلنا له حاليا. في السابق كان عندنا رؤساء لجان ورؤساء اتحادات اقوياء جدا، كانوا يواجهون رؤساء الانديه، كان الحكم السعودي محمي، لذلك كان عندنا طواقم فنيه كبيره جدا واسماء بارزه جدا. ليه؟ كان في حمايه الحكم السعودي. بالتاكيد انه في تلك الحقبه ما كانت كل مستويات الحكام السعوديين على نفس المستوى، كان عندنا طواقم مميزه وكان عندنا اسماء نتذكرها استمرت حتى في الملاعب السعوديه طويلا باخطائها، ويعني في اخطاء يعني ما كانوا بمستوى واحد، لكن لانه كان في حمايه، كان في اصرار على شيء معين، لا يعني نجح الحكم السعودي بمضى. الحين احنا كلنا نقول مثلا لا، الحكم السعودي اقل من السابق. اعتقد انه يعني الحكم السعودي كان الحلقه الاضعف في اركان الكره السعوديه، الكره السعوديه عموما كلها مرت بمراحل ضعف السنوات الاخيره، لا على مستوى المنتخبات ولا على مستوى الدوري ولا على مستوى يعني بقيه الامور بما فيها التحكيم. منتخبنا ابتعد كثيرا عن حتى زعامه اسيا وفقد هيبته لسنوات طويله، 15 سنه، واحنا نتذكر ذيك المرحله اللي يمكن حتى معالي المستشار قال كنا نايمين فيها لما كان متواجد. 15 سنه واحنا نايمين، كنا نايمين على كافه المستويات وليس المستوى التحكيمي. على مستوى الدوري عندنا أنديتنا ما كانت تصل حتى وتنافس على كأس آسيا، منتخبنا كان بعيد جدا وكان يخرج من دوري المجموعات، كأس العالم وابتعدنا عنه بشكل كبير، الحكام وفقدنا الأسماء البارزة. لا، عشان ترجع كان سهل إعادة الدوري السعودي، قرارات جريئة أعادت لنا الدوري السعودي من ضمنها الحكام السبعة. عشان كذا لابد أن المشروع هذا يدعم، مشروع الحكم السعودي أنه يدعم، نصبر عليه. الاتحاد السعودي أيضا عليه، من يصبر على الحكم يضيع له مباراة؟ لا خليني، يعني دائما كلمة، دائما كلمة اصبر على الحكم، حد يقول لك انا ما اصبر عليه ولا لا اصبر عليه ولا يصبر عليه. اوكي انا معك، انا دافع فلوس، انا معك في كذا، بس خلينا نتكلم على التحكيم بشكل، يعني شوف، طيب خلينا نتكلم على التحكيم بشكل عام. لا يعني انا اقصد الواحد يبغى لهم مشروع تطوير، بس طلع لي منها سالفة اصبر عليه، انا ما عندي استعداد اصبر دقيقه لا تصبر. اي طبعا لا تصبر، لكن انا اقول لك اوكي، انا اتكلم انه ما نحطم المشروع ايضا، وانه يعني في حكام ايضا بارزين. لو تيجي على مستوى الحكام الاجانب، احنا نعرف انه حكام اجانب، حتى احنا جلسنا في حلقات نتناقش هنا نقول كارثيين، ليش هالاسماء ترجع لنا صح ولا لا، وهم اسماء دوليه وقاعده تحكم في اوروبا نشوفها. يعني يجيك الحكم وتلقاه قبلها باسبوعين ثلاثه كان محكم لها يعني نهائي اوروبا، ويجي يسوي اخطاء مثلا تحكيميه. نتذكر سعود السويلم رئيس النادي النصر قدم قائمه طويله بحكام اجانب، قال ما بيهم هالاسماء كلها. احنا عندنا مشكله، انت قلتها هنا ترى نقطه يمكن ما يمكن حتى المشاهد ما انتبه لها، قال مساله، قلت انت مساله التباين في القرارات، لا تجي تقرر لي في مباراه كذا ومباراه بعدها مقرر وهي لحاله متشابهه وانت نفس الحكم، هنا فعلا تصير مصيبه كبيره. طبعا ليش ظاهره عند الحكم السعودي؟ لانه يحكم لك عديد من المباريات، احنا شفناها حتى مع حكام اجانب، يقول لك يعني تو كان مخبص في المباراه دي كذا صح ولا لا، ولا في مباراه كذا، لكن ما يجونا بالشكل يعني اللي قاعد يقود الحكم المحلي، واحنا ما شاء الله هنا حكم محلي سي في حقه عندنا، تاريخه عندنا، ومبارياته كلها عندنا، تمام؟ لكن الحكم الاجنبي حتى نجي بس اللهم نشوف، ما قال السي في والله محكم نهائي مدري ايش. لا بعض حتى العالم. حتى بعض الحكام الاجانب اللي عندنا لهم سي في عندنا لطيف. اي طبعا احنا ما وصلنا لحل حالي يعني وصلت. لا يعني لا، لانه شوف كمان بعد في حكم يجي يحوس الدنيا، انت مقتنع ان ما في احد بيرجع ذا ابدا. لا لا انا اتكلم، تجي تلقاه يرجع في وجهك. لا انا اتكلم انه مثلا ممكن لما حكم في مثلا بطوله اوروبا كان تلقاه خطا مشابه الخطا هنا وما احتسبه، لكن يمكن لانه ما هي بنفس المتابعه صح ولا لا، فما تقارن انت معه برا، بس احنا بدينا نحط له سي في عندنا هنا نقارن. بعضهم هو اللي حط نفسه سي في، والله احنا لا حطينا ولا شيء، احنا قاعدين في ديرتنا جالسين، هو اللي جاء خبص الدنيا. لا فانا اقول بعد شهر تلقى قدام وجهك مره ثانيه كانها مكافاه. انا مع انه فعلا لا زال الحكم السعودي الحلقه الاضعف في تطور الكره السعوديه، عشان كذا اقول لابد انه يلحق بهذا الركب، بتطور الدوري السعودي اللي قاعد يصير. يعني على مستوى المنتخب احنا الحمد لله واصلين مونديال 2018 الاخير، والان الحمد لله تصدر المجموعه وقاعد منتخبنا تعود له هيبته في اسيا. على مستوى الانديه قاعدين نشوف 2019 احنا ابطال اسيا، الان قاعدين نوصل لنصف النهائي وقاعدين واصلين للنهائي، ما عاد عندنا الهاجس يعني السابق انه والله لا احنا نايمين. لا، في تطور في الدوري السعودي على مستوى الدوري وعلى مستوى
المنتخب لابد انه الحكم السعودي يلحق بهذا التطور. انا عندي نقطه يوم لما اتكلم عن تطوير الحكم السعودي، انه هالمعسكرات اللي نشوفها ونسمع فيها، يعني انا بحقيقه ما اعرف عشان ما اظلم احد انه وش يصير هناك، لكن العنوان البارز دائما في المعسكرات الصيفيه هذا يقول لك والله الحكام تجاوزوا الاختبار اللياقه ونجحوا في الاختبار، عندهم اختبارات لياقيه يعني. طيب اللياقه اوكي جزء من الشيء، لكن وش قاعد يصير في المعسكر؟ انت قاعد زي اللعيبه وزي الانديه صح ولا لا؟ هل معهم هناك مدربين؟ يعني حكام قاعد فيه فعلا ورش عمل وفيه تطوير؟ يعني المعسكر اللي قاعدين يعيشونه سنه شهر ونص برا مثلهم مثل الانديه، وش قاعد يصير فيه؟ انت نفس الاسلوب القديم، فمعناها انت ما انت قاعد تطور وانت قاعد تحل، بس قاعد تدربهم لياقيا وتطلعهم برا تمام في الجو حلو وتدربهم لياقيا عشان ينجحون الاختبار؟ لا مو صحيح. نبغى نعرف وش قاعد يصير، وش سويت انت حتى في مشروعك؟ انت تقول عندي مشروع تطوير الحكم السعودي، اوكي وش اللي غيرته عن التطوير السابق؟ انا عندي مشكله ما هي عندي كانت سابقه صح ولا لا؟ يفترض الحلول تكون عندي مختلفه صح ولا لا؟ اساليب التطوير، اساليب التدريب، اساليب التقييم كلها تكون عندي مختلفه، لاني انا في مرحله ليست المرحلة السابقة. هذه الأشياء اللي ودنا فعلا من اتحاد القدم نعرفها.